لان هي في ظاهرها ايه؟ نقصان. والربا في ظاهره ايه؟ زيادة. يقول انا امحق اللي فيه زيادة ده وانم اللي فيه نقصان. وانم اللي فيه ايه؟ اللي فيه نقصان. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله. انت اذا ما تعبت في حركة الحياة بما يقوتك ويقوت من تعول ويقوت غير المحتاجين يبقى عندك انت في المخزن الباقي كده. طب الخير ده هيبقى فين بقى؟ مش عندك في المخزن بقى، ده عند الله. شوف بقى الاطمئنان، شوف اطمئنان اليد الامينه. ان الله بما تعملون بصير. وكلمه العمل بقى جت اهي، ان الله بما ايه؟ بما تعملون بصير. وقالوا لم يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قلنا أنهم هم غير متفقين مع بعض. يبقى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان إيه هو، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى، على التوجيه كده ولا لا؟ بدليل إيه؟ قالت اليهود، حتى في الآية الأخرى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على إيه. يبقى معنى ذلك إن الآية الأولانية إن اليهود قالت كذا والنصارى قالت إيه، قالت كذا. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم. ما هي الأماني؟ يقول إحنا كنا نسمع الشعر يقول إن الأمانية والأحلام تضليل. الأماني إنك أنت تعلق نفسك بأمنية ولا تسند هذا التعلق بعمل يوصل الى الامنيه، تفضل الى مجال الايه؟ التمني. في مجال ايه؟ التمني. انما ان كان التمني بقى تنتهي فيه الى انك انت تعمل يبقى ايه؟ واحد يقول لك لا، ما هي الامانه دي ساعات كده يستروح بها الانسان، نقول ذلك استرواح كاذب. استرواح كاذب وتسمى احلام اليقظه. كاذب. لا ليه كاذب؟ لانك انت بدون عمل، ملوش رصيد من ايه؟ ملوش رصيد من العمل. ولذلك الشاعر لما قال منى ان تكن حقا تكن احسن المنى، يعني منى ان حصلت تبقى ايه، وان لم تتحقق يا سيدي فقد عشنا بها زمنا رغدا. اماني من ليلى حسان كأنما سقطنا بها ليلى على ظمأ بردة. كأنما، لا احنا عايزين تشرب بالفعل. احنا عايزينك تشرب بايه؟ تشرب بالفعل. تلك امانيهم. والاماني مطايا النوكة، الاماني المطايا بتاعت الحمقى. الاماني مطايا ايه؟ النوكة يعني الحمقى. تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم. لا تطلب البرهان من إنسان وقعت معه في جدال إلا إن كنت متأكدا أنه لن يجد البرهان. واحد ادعى أن له عليك مالا، تقول له والله أعطني البينة، هات سكا، هات كمبيالة، هات شهودا. ساعة تقول له ذلك تبقى أنت واثق من إيه؟ من أن واثق أنه مفيش حاجة. يبقى اذا قولكم قول الله هاتوا برهانكم كلام من الله، انهم ان ارادوا ان يجيبوا في الجدل لن يجدوا برهانا يقولوا. والا لو كان هم وفيه برهان ما ينبههمش هو على انهم يجيبوا البرهان. مش ممكن. يقول لي طب هات لي بقى الكمبيالة اللي عندك دي. اذا لا تقول هات برهانك الا اذا كنت واثقا من انه لا برهان على ايه، على ما يقوله، لأنك رددت الأمر إليه فيما يدعيه وهو يحب أن يثبته. فإذا أحب أن يثبته وذهب ليأتي بالبرهان فلن يجد إيه، فلا يمكن أن يقول الله هاتوا برهانكم وفيه عنده حاجة إنهم يقدروا يجيبوا برهان، لأن مين اللي آية الله سبحانه. هاتوا برهانكم إن كنتم إيه صادقين. في ماذا؟ في لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو لا يدخل الجنة إلا من كان نصارى. بلى. قلنا ان ساعات ترى بلى حرف جواب، يبقى فيه كلام قبله وفيه نفي.
خلاص كده. ساعات يقول لك انسان مثلا ما لك علي دين، اذا قلت له نعم يبقى صدقت انه ليس عليك خلاص. لكن قلت له بلى يبقى ليه، يبقى بلى تيجي الجواب عشان تعمل ايه؟ تثبت المنفية متقدما. هم قالوا لم يدخل الجنة الا من كان هودا ويدخل الجنة الا من انهم بلى. الكلام ده مش صح، بل يدخلها غير هؤلاء اللي هم مين؟ بلى من اسلم. بلى يدخلها من اسلم وجهه لله وهو محسن. من اسلم وجهه ايه لله. قد يسلم واحدا وجهه لله ويعمل الاعمال اللي انت بتتطلبها منه زي كما كان يصنع المنافقون، لان لا ده مش محسن، ده هو مسيء لانه وزع شخصيته، ما عندوش حتى شجاعه انه يعلن اللي في قلبه. بلى من اسلم وجهه لله، وكلمه اسلم وجهه تدلك على ان كل شيء اسلم لله، لان الوجه هو اشرف شيء في الانسان، به التميز وبه السمة وبه التشخص، وهو ارفع شيء في لانهم حينما عرفوا الانسان عرفوا قال لك حيوان ناطق يعني مفكر، وبعضهم قال لك لا حيوان مستوي القامة يعني قامته ايه؟ قامته مرفوعة. فحين تجد القامة المرفوعة، اولا قامة مرفوعة على بقية الايه؟ على بقية الجسم، والانسان بنوعية بجنسيته مرفوع على بقية الاجناس، اذا فهو مرفوع على بقية الاجناس ووجهه مرفوع عليه، يبقى ده ارفع ايه؟ بعد ذلك تجد مسلم الوجه ده اسلم وجهه ايه لله. ولذلك اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ايه وهو ساجد، يعني جاب الحته التي رفعها الله ويجيب مساويه للحته اللي وضعها الله حمل الكل ليه رجليه، يبقى ما فيش عنده في لقائه مع الله كبرياء جديا في رحله. نعم. بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. شوف كلمة أجر دي دلت على إن ربنا مش هيسخرنا وبيكلفنا بالنافع لنا ويعطينا أجرة كمان، يكلفنا بالنافع لي ويعطينا أجرة كمان، دي مسألة. فله أجره عند ربه، ومنطقي جدا إن كان العمل أجره عند الله أن لا يوجد خوف وأن لا يوجد حب. الخوف من شيء يقع، الحزن من شيء يكون واقع، لا دي ولا دي. ليه؟ لأن أجره عند مين؟ عند ربه. وما دام أجره عند ربه يبقى واثق ولا لا؟ يبقى واثق بأنه، وخصوصا أن الإنسان حين يكون له حق على مساويه قد تذهب به الظنون ان مساويه ينكر، مش كده؟ ينكر، يحتاج لما عندك، وربنا ما عندوش لا نكول ولا احتياج لما عندك. ربنا لا عنده لا دي ولا دي ولا عايز دي ولا ولا خوف عليهم ولا هم ايه ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. احنا قلنا ان الحته دي من اللي هم اللي صدقوا فيها ولا لا؟ هي دي اللي صدقوا فيها. وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. مثل قولهم ايه؟ يبقى برضه حين يوجد مشركو مكه وبعد ذلك يجدوا المنسوبين إلى الدين وإلى السماء وإلى رسل وإلى كتب وبينهم هذا العداء فيما بينهم، يقول لك ما الفارق فيما بيننا وبين واحدة منهم وبينهم وبين بعض؟ طب ما قد بعضهم. يبقى إذن الذين لا يعلمون مش كنا هيقولوا إيه؟ اليهود ليسوا على شيء ولا النصارى على إيه؟ على شيء. يبقى هيقولوا مثل قولهم، والقول عندنا اثنين
اليهود حقيقي ليست النصارى على شيء, والنصارى حقيقي ليست اليهود على شيء, لكن الجماعة الذين لا يعلمون كتابا ولا لهم علاقة بالموضوع ده يقول ايه, لا اليهود على شيء ولا النصارى على ايه. هل قالوا احنا على شيء؟ ما هو اصل ما عندهمش فكرة التدين دي, فكرة الايه, فكرة التدين. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء, وقالت النصارى ليست اليهود على شيء, وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. كان بقى يقول مثل قوليهم, لان دول قالوا قول ودول قول. مدام القولين في جهة الابطال يبقى باطل ولا لا؟ يبقى نعم. وما دام الامر كذلك, ثلاث طوائف التي واجهت الدعوة الاسلامية, طائفة لا تؤمن بمنهج سماء ولا برسالة ولا أي شيء, وطائفتان لهم إيمان بمنهج الرسل والنزول الأنبياء والسماء وإلى آخره. ما دام الثلاثة دول قالوا هذا الشكل, يبقى الخلاف إيه؟ الخلاف كبير ولا صغير؟ كبير قوي. يبقى من الذي يحكم في هذا الأمر؟ إنه لا يحكم إلا الله. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومعنى الحكم هنا مش بس نقول لهم هذا أنت مخطئ وهذا أنت مخطئ وهذا أنت مخطئ, لا, الحكم بلوازمه, الحكم بلوازمه. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. مساجد الله يعني الأماكن التي خصصت للسجود. كان قبل الإسلام لا يمكن أن يصلي تابع لدين إلا في مكان مخصوص. نعم. جاء الله بالإسلام فجعل الأرض كلها مسجد وجعلها طهورا. معنى الأرض كلها مسجد, يبقى وسع على عباده مكان التقائهم بربهم حتى يمكن أن تلتقي مع ربك في أي مكان في أي زمان لأي حاجة, ولا يمهلك في مكان إلى أن تصير إلى مكان آخر. شوف الإسعاف قد إيه, إسعاف. لا يمهلك في مكان, ما تقولش انا اريد ان اسال الله في شيء او ان اسجد له ما اروح المسجد, يقول لك لا ما تمهلهاش دي, لكن هنا اهو ممكن في اي مكان. يبقى كل ربنا جعل الارض لرسول الله ولامته مسجدا وطهورا, يريد ايه؟ يريد ان يوسع دائرة التقاء العباد بالله. انت تقول طب اشمعنى يعني الان, وكان الاول يعني لازم في مكان؟ قال لك لان الاسلام سيجيء على موعد مع ارتقاءات العقل في طموحات الدنيا. وكلما ارتقى العقل في طموحات الدنيا كشفا وتذليل عقبات وايجاد مبتكرات وايجاد مخترعات, سيفتن الناس في العقل. فيريد الحق سبحانه وتعالى أن يجعل الله معهم دائما حتى يعصمهم من هذه الفتنة. ساعة ما تقعد كده وتشوف التلفزيون مثلا بتتكلم ومش عارف ليه ليه, وتقول سبحان الله الذي علم, سبحان الله الذي ألهم, سبحان الله. إذن ليه جعلت الأرض كلها مسجد؟ علشان يوسع على الإيه؟ على المؤمنين المسلمين المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم دائرة التقائهم بإيه؟ لأن هناك أشياء ستأتي الرسالة المحمدية على ميعاد معها, وكلما انتهى العقل إلى كشف سر من أسرار الوجود غر بنفسه. يبقى مدام يغر بنفسه يبقى لازم نعمل له إيه؟ لازم نعمل له حاجة إلى العدل الإيه؟ لكن الأول كتب الأمور الفطرية لسه ما فيش فيه حاجة. ولذلك لاحظوا زمان ان احنا قلنا انه كان في الماضي اذا مثلا امتنعت الامطار مثلا ماذا نصنع؟ نروح ما نلاقيش في المجرى مية, نروح لبير ما نلاقيش في مية, نقوم نعمل ايه؟ نجري للصلاة. انما دلوقتي الدايرة طولت شوية, الدايرة يقوم عايز ربنا سبحانه, يريد الحق سبحانه وتعالى لا حتى لا نفتل في معطيات العقل
بالكشفيات دي انه يجعل لنا كل حته صفحه انك انت تستقبل فيها ايه الله ما ياجلكش لان يمكن يتمكن منك سبب يتمكن منك ظروف ومن اظلم منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه. طب المساجد قلنا ان هي مهبط تجليات الحق على الخلق, مهبط تجليات الحق على الخلق. ولذلك هناك في قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, الله ايه نور السماوات والارض, مثل نوره كمشكاة فيها, احنا شرحنا دي مرة في حديث, كان المصباح في زجاجة, الزجاجة كأنها كوكب دبي يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا ايه غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لايه ويضرب الله الامثال للناس, مش كده؟ والله ايه بكل شيء عليم. وبعدين يقول ايه, في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. الله في بيوت دي زي ما بيقولوا فيه جر ومجرور وعايز متعلق. ايه اللي في بيوت؟ ايه هو اللي في بيوت؟ في اللي مضى دي كلها ما فيهاش حاجة يمكن ان يتعلق بها كلمة ايه في بيوت. ايه اللي في بيوت؟ النور والتجليات الحق. انت عايز بقى دي تبقى فين؟ في بيوت اذن الله ان ايه يبقى مكان استقبال الايه تجليات الحق على مين؟ على الخالق. تبقى المساجد اللي بهذا الشكل كان يجب ان يحافظ عليها الناس محافظة تبقي لهم هذه الصلة بالله. فحين يجترئ قوم على ان يخربوها ويمنعوها من ان يذكر فيها اسم الله, يبقى معناها ايه؟ معناها ان المؤمنين بها والقائمين عليها ضعفت فكرة الايمان عندهم ضعفا جرأ عليهم. لان لو كان لهذه عصبية من ايمان كان بمجرد ان يأتي عدو من اعداء الله ليهدم بيتا او ليمنع بيتا من ذكر الله فيه كان يجب ايه الهاجة الايمانية تقوم وتقف. انما ساعة يوجد من يخرب بيتا من بيوت الله, ساعة يوجد من يمنع بيتا من بيوت الله ان يذكر فيه اسم الله, فاعلم ان اتباع هذا البيت قد ضعفوا وقد هانوا. ليه؟ قال لك لان الكافر الذي رأى في ذلك مكان الاشعاع بالهدي الذي يغيظه, لان الهدي يغيظ مين؟ هدي الى الخير يغيظ اصحاب الشر كده. فساعة يجد ان اصحاب الشر والذين يعيشون من حركة الشر في الوجود يأتون ليخربوا بيتا من بيوت الله ولا يجدوا من التابعين لله من يردهم, ده دليل على استشراء قوة الشر واستخزاء قوة الخير. لأن هؤلاء الكفار أو الظلمة أو الذين يحاولون أن يخربوا بيت الله أو يمنعوا ذكر اسم الله في هذه البيوت, في مقاييس الانصاف ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين, فكيف تتركونهم يدخلون مجترئين؟ هؤلاء ما كان لهم ما يصح انهم يدخلوها الا ايه بيعملوا كده وخائفين. ليه؟ مخافة ان يفتك بهم اصحاب هذا الايه. فاذا كانوا اجترأوا مش دخلوا خائفين, ده دخلوا مجترئين وخربوا. يبقى معنى ذلك ايه؟ ان وازع الايمان في نفوس المؤمنين بهذه المساجد وبانها اشراقات الحق على الخلق فيها يبقى دليل على انهم ايه خايبين ولا لا؟ يبقى خايبين. ومن اظلم, لا احد اظلم, ما ساعة تسمع من اظلم استفهام, تقول من اظلم من فعل كذا, كأن المسؤول يحاول ان ينقب عن اظلم منه فلا ايه فلا يجد. يبقى لا احد, يبقى كأنها تنشأ ايه لا احد. من اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه, يبقى لا ايه. ليه؟ لانه دخل في مسألة الظلم. الظلم هو احنا نظلم بعض في حقوقنا, انما ده الظلم العظيم, ان الشرك لا ايه لظلم عظيم. يبقى حين تجد
من يدخل في الظلم في هذه العملية القمية يبقى ما فيش اظلم ايه؟ لان اللي اقل منه في الظلم يظلم في الحقوق اللي بينه وبين بعضنا، انما ظلم بك في الايه؟ الظلم في القمة. ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه. المنع ان تظل المساجد، بس قل يخوف الناس ما يدخلوهاش. طيب وبعدين يتمادى ما دخلوهاش، يقول خلاص ما لهاش لازمه بقى نخربها بقى ونتكديك على دماغه. اذا الاول منع المكينة الايمانية من المساجد، وبعد ذلك يحاول ان يطمس المكان الايمانية من الوجود. يبقى اقتراءات الباطل على الحق يعمل ايه؟ يخلي لك المسجد زي ما هو، بس ايه؟ يمنع الدخول باي وسيلة من الوسائل، كأن يضطهد كل متدين، كأن يضطهد الرواد، كأن يضع الأتقياء والطائعين محل الشبهة وبيعملوا ايه مثلا كل ده. انما المسجد زي ايه؟ فاذا ما وفق في هذا ماذا يكون الامر؟ يبقى بعدين ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. اولئك يعني الذين ايه؟ منعوا مساجد الله ان يذكر فيها اسمه، والذين سعوا في خراب هذه المساجد. الحق والانصاف والعقل والمنطق كان يجب ان لا يدخلوها الا وهم خائفين، فكيف امنوا على نفوسهم ان لا يعتدى عليهم حين يجترئون على بيت من بيوت الله؟ لا شك انهم استنعدوا التابعين لهذه الايه؟ لهذه الاماكن. ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين. ايظلون على ذلك يا ربي؟ طمأننا الله. وكان يكفي ان يطمئن بقول ده لهم في الاخر عذاب صعب وانتوا تبقوا منعمين وبعد، لكن برضو ما تبانهم. قال لا ده لهم في الدنيا خزي، اوعى تفتكر انها تمر عليهم كده. ان الله لا يسلم الحق، ما يسلموش، ولكن يتركه ليبلو غيرة الناس عليه، فإذا لم يغاروا عليه غار هو عليه. فكلمة خزي ده الغيرة عليه، هيبقى لهم في الدنيا. وقد كان لهم في الدنيا خزي ولا لا؟ ألم تسبى زراريهم؟ ألم تؤخذ أموالهم؟ ألم يبلوا عن البلاد؟ كل ده حصل ولا ما حصل؟ يبقى إذن لهم في لهم في إيه؟ لهم في الدنيا خزي. صدقت ولا لا؟ وإذا ما صدق فيما تحسه الآن، يبقى الشك الآن من الوعد والوعد لك والوعيد لهم، يبقى صادق ولا لا؟ ما هو جاب لك جزئيتين، جزئية وقعت في إيه؟ تحققت. يبقى دي ايناس بان الجزئية الثانية ستتحقق تحقق الجزئية الايه؟ الجزئية الاولى. ولهم في الاخرة عذاب ايه؟ عظيم. وهب ان عدوا من اعداء الله امكنته الفرصة لغفلة المؤمنين بالله او لضعفهم او لتخاذلهم، وبعد ذلك جاء ومنع من المساجد وخربها ولا بقتش فيه مساجد. ربنا بيقول برضو اياكم ان يكون ذلك حالكم وانكم لن تجدوا الله الا في هذه المساجد، فلله المشرق والمغرب. افضلوا مؤمنين. افضلوا ايه؟ افضلوا مؤمنين زي ما انتم. ولله الايه؟ المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. أينما تولوا وجوهكم بقصد لحضور في حضرة ربكم ستجدون وجه الله، ستجدون جهة الله، لأن دي هي عظمة الإيمان. هي دي ايه؟ عظمة الإيمان. وأيضا في هذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا، ايناس في مسألة تغيير ايه؟ قبلة. تغيير القبلة. فكأن دي تمهيد كده على ان القبلة ايه؟ هتتغير. وان المسألة ليست مكانا تتجهون اليه، ها، ولا مكان ولا مكان تلتفون حوله، وانما هو ارادة الامر بالمكان وارادة الامر بالمكين. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم، أي هناك، فثم
وجه الله إن الله واسع عليم. لا تضيقوا مكان التقاءاتكم بربكم، لأن الله إيه؟ واسع. وإياك أن تستشعر إن العالم الواسع ده الكبير ده كيف يكون، لأنه عليم بما يحدث هنا وعليم بما يحدث هنا وعليم بما إيه؟ وقلنا ولله المشرق والمغرب، إن كنتم تذكرون إن المشرق والمغرب مش بيحدد جهة الشرق وجهة الغرب، والشمال والجنوب، والشمال الشرقي والجنوب الشرقي، الجهات الفرعية دي كلها. يبقى إذن لله ليه؟ إنما اشمعنى تمسكوا؟ قال لك ليه؟ لأن شمالا ولأن جنوبا ولأن شمالا شرقيا وشمال غربي وجنوب شرقي وجنوب غربي، دي مسائل ما عرفتش إلا بعدين، ما حبينا نحدد بال... إنما الشرق والغرب ده أمر يعرف بالفطرة، لأن كل واحد يعرف مشرق الشمس ومغرب الايه؟ ومغرب الشمس. ولله المشرق والمغرب خطاب لبدائيات الفكر، في انك ترى شرقا وترى ايه؟ وترى غربا، ولكن الشرق كجهة له اختلافات، لان صحيح الشرق من هنا، ولكن الشمس لا تشرق من جهة المشرق من كل من في كل يوم من مكان واحد. يبقى لما تقول مشارق بعدين يبقى تيجي ولا ما تجيش. وإلى لقاء